لا شك وأن الأهلي ينهج دائما نهج المؤسسات الوطنية بالاهتمام بدوره المجتمعي كأحد تلك المؤسسات بتنمية الجانب الثقافي والفني والطبي، أيضا إلى جانب الاهتمام بأنشطة الشباب والمرأة والطفل، وهو ما تقدمه القلعة الحمراء عبر لجانها المختلفة بتفعيل العديد من الأنشطة التي تفيد أعضاء الجمعية العمومية. انطلق عام 2020 بتوفير حملة الكشف المبكر لسرطان الثدي بالتعاون مع وزارة الصحة وتنظيم عدة ندوات تثقيفية لمناقشة وتوعية الأعضاء ببعض الملفات المهمة، إلى جانب تنظيم عدة حفلات أحياها نجوم الغناء مثل فاطمة عيد وطارق عبد الحليم، وتكرار فعاليات اليوم الترفيهي للأطفال في أكثر من مناسبة، بالإضافة إلى حفلات كورال الأهلي. أنشطة اللجان المختلفة استمرت فعالياتها حتى قرار إغلاق الهيئات الرياضية بسبب جائحة كورونا، إلا أن لجان الأهلي لم تتوقف ولم تغلق ابتكارها لأفكار تفيد أعضاءها. يلا نطلع من الأزمة بمليون حاجة ليها لازمة، مبادرة أطلقتها لجان النادي الأهلي برئاسة المهندس وليد مبروك متولي بعد هجوم جائحة كورونا في الشهور الأولى من عام 2020، والتي على إثرها تم إغلاق جميع الأندية وتوقفت جميع النشاطات. المبادرة بشعارها جاءت بعدة أفكار لمختلف اللجان بالأهلي لخلق وابتكار أنشطة ثقافية وتوعوية وفنية ورياضية أونلاين لأعضاء الجمعية العمومية بالقلعة الحمراء، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من مختلف الفئات والأعمار. وعند قرار عودة الحياة تدريجيا للهيئات الرياضية بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتي يحرص الأهلي عليها بكل دقة، تواصلت أنشطة اللجان على أرض الواقع من جديد بتنظيم فعاليات مختلفة للجان الشباب والمرأة والطفل وحتى اللجنة الثقافية لتقديم كل ما هو جديد للأعضاء، بجانب تنظيم حفلات إنشاد ديني ومنافسات رياضية وإطلاق مبادرة تعليم الكبار للمساهمة في محو أمية بعض عمال النادي. لجان الأهلي ابتكرت من الأزمة مليون حاجة لها لازمة في عام 2020، وما زال لديهم كل جديد ليقدمونه في 2021.